النهارده على امثله على التغذيه الراجعه الايجابيه، الولاده والرضاعه وتخثر الدم، كلام في منتهى الجمال. مثل التغذيه السلبيه بيوجد بعض الامثله الخاصه بالتغذيه الراجعه الايجابيه والتي تؤدي بدورها لحدوث الاتزان في داخل الجسم وعودته للحاله الطبيعيه. اول حاجه لو جينا نشوف الولاده هي مثال واضح لعمليه التغذيه الراجعه السلبيه، حيث انه عند بدايه المخاض وزياده الم الولاده بينزل راس الطفل وبيقوم بدفع عنق الرحم مما يرسل اشارات مستمره للدماغ، فيقوم الجسم بافراز ماده الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين هي ماده بتقوم تحفيز الانقباضات بشكل مستمر، فتقوم هذه الانقباضات بتحفيز الجسم لزياده الافراز حتى يولد الطفل، حيث تعتمد التغذيه الراجعه الايجابيه على زيادته ومضاعفه الماده عند افرازها. لو جينا نشوف مثال تاني على التغذيه الراجعه الايجابيه، تخثر الدم. عندما يصاب الجسم او تتمزق بعض انسجه الجسم وبيقوم الجسم بافراز الكثير من الدماء، بيتم اطلاق مواد كيميائيه بسبب الاشارات المرسله للدماغ والتي بدورها بتقوم بتنشيط الصفائح الدمويه في الدم زي ما ذكرنا قبل كده. بمجرد نشاط الصفائح الدمويه هتقوم بزياده مواد كيميائيه التي تحفز الكثير من الصفائح الدمويه الاخرى، مما يؤدي الى تخثر الجرح بسرعه دون خساره كثير من الدم، وهذا السبب في التئام الجروح. وزي ما قلنا من حكمه ربنا بعد كده الانزيمات المتواجده في داخل الجسم بتروح موقفه هذه العمليه، والا هنلاقي الدم كله اتجوط. لا، الانزيمات هتقوم بتكسير هذا الاتجاه اللي هو ماشي في عمل تجلط الدم وتكوين الخفره عند المكان المجروح، وبعد كده العمليه بتتوقف وبتوصل لحاله الاستكباب. مع السلامه.